الشياطين، قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، هل هذا خاص بالقرآن أم بالسنة أيضا؟ هذا خاص بكل شيء، هذا خاص بكل شيء، والأولى بالقرآن، الأولى خاص بالقرآن، لأن السنة هي قوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خاص بماذا؟ هذا خاص بالقرآن، كما جاء عند البخاري كان النبي يعالج شدة عند التنزيل، فكان يحرك لسانه حتى لا ينسى، فنزل قول ربنا عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن، فهذا خاص بالقرآن. لكن في السنة إني أنسى كما تنسون، كما في الصحيح وعند أبي وعند أبي، لكن هذا خاص بماذا؟ هذا خاص بالقرآن. نعم.